بسم الله الرحمن الرحيم، حبايبي طلاب برايمري 4، يا رب تكونوا جميعا في احسن صحة واحسن حال. النهاردة ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن ليسون 2 في كونسبت 1. في ليسون 1 يا جماعة اتعلمنا معنى الادابتيشن، وعرفنا ان الادابتيشن هو characteristic of living organism help them to survive and reproduce، صفة للكائن الحي بتساعده ان هو يفضل عايش ويتكاثر. النهارده بقى هنعرف حاجه جديده، وهي انواع الادابتيشن، تايبس اوف ادابتيشن. ايه ده هو الادابتيشن انواع؟ احنا بنقسم الادابتيشن لنوعين، structural adaptation، ودوت بيبقى change in the structure of the animal's body، تغير في جسم الكائن، ربنا هو اللي منحه للكائن دوت وهو اللي عمله له، والكائن ملوش دخل فيه، ربنا خلقه كده. طيب ف give reason ليه؟ to survive، عشان يقدر يعيش. يعني مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى خلى البلاد فيسلز اللي موجوده في البنجوينز فيت تعمل waving around each other to transfer the heat from the hot one to the cold one، ما هو دوت البنجوين ملوش دخل فيه، ده ربنا اللي عمل له التكيف دوت عشان يقدر يعيش ويقف على التلج ورجليه ما تتجمدش. برضو من الاكزامبلز هنا في الستراكشرال ادابتيشن، الثيك فير، الفرو السميك اوف ذا بولار بير، دوت برضو حاجه ربنا سبحانه وتعالى اللي عاملها للكائن عشان يقدر يعيش. النوع الثاني من الادابتيشن هو بيهيفيورال ادابتيشن، يعني تكيف سلوكي، ودوت الكائن بيعمله بمزاجه. فبنقول change in the behaviors، تغير في السلوك or acts او التصرفات of the group of animals. طب والانيمالز دي هتعمل تغير في سلوكها ليه؟ to survive. مثلا الاكزامبلز هنا، desert lizard looks for shade during hot sunny day، هي ليه بتدور على مكان ظل؟ علشان تحافظ على حياتها، عشان ما تتضرش. طيب يبقى ده بتعمله بمزاجها. لما بيحصل migration of some animals، هجرة بعض الطيور في فصل الشتاء من القارة الأوروبية لقارة آسيا أو قارة أفريقيا، دوت بيحصل علشان بيبحثوا عن الدفء، يبقى بالتالي ده بيحصل بمزاجهم. يبقى بالتالي معانا structural adaptation و behavioral adaptation، لازم تحفظ التعريفين دول، مهمين جدا. طيب هنتكلم عن الفوكسس، الثعالب، هناخد نوعين منهم. نوع منهم بيعيش في الصحراء وهو الفينيك فوكس، وبنقول الهابيتات بتاعته في الهوت ديزرت، بيعيش في الهوت ديزرت، وكنا خدنا عنه معلومات في ليسون 1. وهنقارنه بالاركتيك فوكس، الدب، سوري، الثعلب القطبي، والهابيتات بتاعته بيعيش في تاندرا، تاندرا ديزرت، ودي صحراء جليدية في القطب الشمالي، وطبعا درجة الحرارة هناك مختلفة وفيها برودة عالية جدا، فالتمبريتشر از 50 سيلسيوس ديجري بيلو زيرو ان وينتر، في الشتاء توصل 50 درجة تحت الصفر، ودي درجات حرارة منخفضة جدا جدا. طيب اكيد ربنا هيدي للفينيك فوكس حاجات تساعده يقدر يعيش في الصحراء الحارة، ويدي الاركتيك فوكس حاجات تساعده يقدر يعيش في القطب الشمالي وسط الثلوج. طب تعالوا نشوف الاستراكشرال ادابتيشن للفينيك فوكس وبعد كده للاركتيك فوكس. استراكشرال ادابتيشن للفينيك فوكس has tan colored coat، الفرو بتاعه لونه اصفر كده كانه واخد تان، او بنسميه ساندي colored fur. طيب ده بيساعده على ايه؟ give reason، بيقدر يعمل كاموفلاج to hide in sandy rocky environment، يبقى ده بيخليه يعمل كاموفلاج. طيب وكمان اللون الاصفر دوت to protect from hot sun، يخليه ما يشعرش بدرجة حرارة الشمس بشدة، لان الالوان الفاتحة ما بتمتصش ضوء الشمس بشدة. طيب يبقى ده بالنسبة لأول حاجة في الـ Structural Adaptation بالنسبة للفينيك فوكس، يبقى عنده ايه؟ ساندي كالورد فير، عنده كمان اكسترا لارج ايرز، ودانه طويلة كده. طيب الطول اللي في ودنه ده زي ما احنا شايفين بيساعده على ايه؟ دوت سؤال مهم جدا، تو لوز ذا هيت،
بيخليه يقدر ان هو يفقد حرارة جسمه to cool its body، ويعمل تبريد لجسمه. يعني العروق اللي في جسمه والدم اللي فيها لما بيبقى حرارته مرتفعة بيقدر يضخ جزء منها كده بطريقة معينة جوه الايرث بحيث يحصل لها تبريد. زي ما انت تكون جايب مثلا عيش سخن كده، لو حطيته على بعضه هيبقى فيه مشكلة، العيش هيبوظ، فهو هيفرد الدم كده او ينشره في الاذن زي ما انت بتفرد العيش كده بحيث ما يحصلوش مشكلة. طيب نمبر 3، has a special shape of ears، ودانه شكلها مميز، ودوت to allow excellent hearing and help in hunting، خليه يبقى عنده سمع ممتاز، يقدر بقى يسمع الكائنات اللي ماشية حواليه ويقدر يعمل لها كده ايه، يعمل كاموفلاج ويقدر يعمل هانتنج صيد. طيب تعالوا بقى نروح للاستراكشرال ادابتيشن للاركتيك فوكس. الاركتيك فوكس بنلاقي ان عنده ثيك وايت فير كوت، ودوت طبعا تو وارم اتس بادي ان اكستريم كولد، لانه طبعا زي ما اتفقنا عايش في تاندرا. نمبر 2، الفير كوت از وايت during وينتر، لون الفرو بتاعه في الشتاء بيبقى ابيض، وسبحان الله but turns brown in summer، في الصيف الفرو بتاعه بيتحول للون البراون لان التلج في الاماكن ديت بيذوب ولون الارض بيكون باللون البني، فبالتالي جسمه هو كمان بيكون باللون البني علشان يقدر ما يكونش باين في وسط الانفايرمنت اللي هو فيها ويقدر يعمل هانتنج ويصطاد. طيب تعالوا بقى نشوف الموضوع دوت مع بعض كده، هنشوف اهو الاركتيك فوكس. ادي شكل الاركتيك فوكس قدامنا والوايت فير بتاعه. طب عايزين بقى ده كده في الوينتر، طب عايزين نشوفه في السمر. ادي اهو في السمر اهو اللون بتاعه بيبقى براون زي ما احنا شايفين كده. طيب جميل، يجي بعد كده ايه السبب في تحول اللون دوت؟ to sneak up on prey، عشان يقدر يتسلل الفريسة in any season summer or winter. number 3، it has short ears and legs، ودانه قصيرة زي ما احنا شايفين ورجليه قصيرة، ودوت بيساعده على تدفئة جسمه. لما انت بتكون بردان تحس ان انت كده بتضم جسمك على بعضه عشان تحس بالدفء، فهو تصميم جسمه وتكوين جسمه سبحان الله بالطريقة ديت give reason to help it stay warm، يخلي جسمه يفضل دفيان. number 4، it has a special shape of ears، شكل ودانه مميزة برضو بيساعده على to allow excellent hearing and help it in hunting، ويساعده على الصيد. ده كده بالنسبة للstructural adaptation في الفينيك فوكس والاركتيك فوكس. طب تعالوا نتكلم عن البيهيفيورال ادابتيشن عند الاثنين. عند الفينيك فوكس it pants like dogs، يعني بيلهث زي الدوج كده زي الكلب، ودوت بيساعده ايه to cool its body، بيساعده ان هو يعمل تبريد لجسمه. نفس فكرة لما الواحد يبقى بيجري مثلا ويقف مرة واحدة ويقعد ينهك كده وياخد نفسه بيعمل تبريد لجسمه، نفس الفكرة. طيب it lives in pores during daytime، اثناء النهار بيقدر ان هو يدخل ويستخبى جوه الجحور عشان يهرب من حرارة الشمس لانه عايش في الصحراء الهوت ديزرت، يبقى to cool its body. number 3، بما ان الاكل في الصحراء قليل ف its food it eats different kinds of food، بياكل كل انواع طعام مختلفة زي الانسكتس والفروت والبلانت روتس وحتى بواقي الأطعمة بتاعت الكائنات التانية even leftovers from another animal's prey. طب give reason ليه هو بيعمل كده؟ لأن الأكل قليل، because food can be hard to find in the hot desert. طيب نروح لل behavioral adaptation برضو عند الأركتيك فوكس، نفس الفكرة برضو live in pores but a during night، أثناء الليل، لأن بالليل الجو بيبقى درجات حرارة منخفضة أكتر فعايز يتدفى ويهرب من البرودة القاسية اللي بالليل ديت، يبقى give reason to stay warm at night. السؤال التاني برضو نفس الفكرة it eats different kinds of food because food can be hard to find in the cold tundra. كده نكون قارنا ما بين الفينيك فوكس والاركتيك فوكس من حيث
الاستراكشرال ادابتيشن والبيهيفيورال ادابتيشن. دلوقتي هنتكلم عن كائن اخر وهو البول شارك. هنا سمكة القرش اللي هو بنسميه قرش الثور، طبعا القروش بتعيش في السولت ووتر، لكن ده سبحان الله ربنا اداله ميزة ان هو بيقدر يعيش في الفريش ووتر، في الماء العذب. فبنقول most of sharks lives only in the salt water but bull shark is adapted، ربنا مديله تكيف to survive in both salt and fresh water. طيب الهابيتات بتاعته يقدر يعيش طبعا هنا في الفريش ووتر، في انهار او في سولت ووتر. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض البول شارك. طبعا عنده شارب تيث زي ما احنا شايفين كده، ودارك باك، جسمه من الخلف بيكون دارك غامق، ووايت بيلي بطنه بتبقى لونها فاتح ابيض، وده بيساعده يعمل كام. فبنقول its body adapted، ده بالنسبه للستراكشرال ادابتيشن بتاعه، to survive in fresh water، ده كده حاجه ربنا مديها له. نمبر 2 has dark back and white belly، وده بيساعده to sneak up on prey، يقدر يتسلل بقى للفرائس using a camouflage، وبنسمي النوع ده من الكاموفلاج counter shading، يعني تباين لوني، بيعتمد على اختلاف الالوان، بيخدع الاسماك بالالوان بتاعته. It has sharp teeth، عنده اسنان حاده، ودوت بيساعده to tear its prey، يقدر يمزق الفريسه. طيب بالنسبه للبيهيفيرال ادابتيشن بقى اللي هو بيعمله بمزاجه، it can hunt in different places، بيصطاد في اماكن مختلفه سواء فريش ووتر او سولت ووتر. يبقى because it can hunt in salt water or fresh water. Number 2 it hunts in the day as well as the night، يصطاد بالليل او بالنهار. فبالتالي هو بيعمل كده بمزاجه. طب ليه؟ عشان الاسماك ما تتوقعش الاوقات اللي هو بيهاجمهم فيها. So its prey can't predict it، الضحايا بتوعه ما بيقدروش يتوقعوا هو جاي امتى. البانثر كاميليون بقى، حرباء النمر، بنقول ان هي في البدايه كده ليذرز اند كاميليونز فروم انشنت ريبتايلز، من الزواحف القديمه جدا سواء السحالي او الحرباء. Their bodies are covered with scales، اجسامهم بتكون مغطيه بحراشف كده، يعني نوع من طبقات الجلد السميكه. والبانثر كاميليون lives in tropical rainforest، بتعيش في الغابات الاستوائيه الممطره. طيب تعالوا برضو نعرف structural و behavioral adaptation ليها. الستراكشرال ادابتيشن بما انها بتعيش في الغابات فعندها برايتلي كالرد سكيلز، يعني حراشف ملونه كده وبراقه، دوت تو هايد ان اتس انفايرمنت ذات كونتينز جرين ليفز، عشان تقدر تستخبى في البيئه بتاعتها اللي بتحتوي اوراق خضراء اند كالرفول فلاورز. نمبر 2 كاميليون ايز موف ان اوبوزيت دايركشنز، عينين الكاميليون بتتحرك في اتجاهين مختلفين في نفس الوقت، يعني عينيها اليمين تبص في اتجاه تراقب الطريق مثلا علشان ما يكونش في حد هيهاجمها، وعينيها الشمال تبقى بتدور على طعام في نفس الوقت. فبنقول one eye can be searching for something to eat like insect while the other eye is on the lookout for danger in different directions. طب عندها ايه كمان؟ has very long sticky tongue، لسانها لزج وطويل، وده بيساعدها to hunt insects. number 4 it has v shaped feet، رجلها شبه حرف ال v، عندها كمان tail like hands، الديل بتاعها طويل كده عامل زي الدراع، وده بيساعدها to hold the branches of trees. طيب ده بالنسبة للstructural adaptation عند الكاميليون. طب تعالوا نشوفها كده مع بعض.
طبعا اهي قدامنا brightly colored scales، ملونة كده وألوان جميلة. طيب longest tongue، لسانها زي ما احنا شفنا كده طويل ولزج. عندها tail like hand ماسكة بيه اهو عشان تتنقل ما بين البرانشز. الفيت بتاعتها رجلها واخدة ال V shaped، شكل حرف ال V. اي وده طبعا تقدر ايه hold the branches of trees وتقدر تتحرك عليها. طيب ايه كمان نروح ل طبعا، وبالنسبة لعينيها مهم جدا برضو تركزوا في عينيها. قلنا بقى ان الايه ان الاي موفز ان اوبوزيت دايركشن، فبص عينيها بتتحكم فيها ازاي، شايف الزوايا اللي بتقدر تشتغل فيها عينيها، والعين التانية تبقى ماسكة زوايا تانية، فسبحان الخلاق العظيم يعني. طيب نيجي بعد كده نتكلم عن البيهيفيورال ادابتيشن بتاعت البانثر كاميليون. هي ما عندهاش doesn't have teeth or claws، ما عندهاش ولا اسنان ولا عندها مخالب، ما عندهاش ضوافر حتى. for defense، عشان تقدر تدافع عن نفسها. امال بتدافع عن نفسها ازاي؟ but it has tricks، بتعمل خدع to scare its attacker، عشان تخوف اللي جاي يهاجمها. طب ايه الخدع اللي هي بتعملها؟ it buffs up its body with air، تنفخ جسمها كده قدام العدو بتاعها زي البودي جارد كده عشان تخوفه. It's open its mouth wide، تفتح بقها زي ما احنا شايفين في الصورة كده، اللي هو يعني انا شريرة يعني هاكلك. طيب number three، it changes the colors of its scales، بتقدر تغير الوانها لما بتشعر بالخطر. طب تعالوا نشوفها كده في قدرتها على تغيير الالوان. بس هنا كان لونها عامل ازاي لما تشعر بالخطر وتلاقي نفسها فخاطر تبدأ تغير لونها للون المحيط بيه. خدت بالك بقت بينك كلها بعد كده اهو، درجة من درجات اللون الاخضر اهو قدامنا، فسبحان الله بتقدر ان هي تغير لونها بسرعة ازاي زي ما انتوا شايفين. ودوت بقى behavioral adaptation، ده بمزاجها يعني، وقت ما بتحب تغير لونها عند الشعور بالخطر بتغير لونها على طول. يبقى buffs up its body، ده behavioral adaptation، و changes its color دوت برضو behavioral adaptation، و open its mouth برضو ده behavioral adaptation. طيب بكده نكون بفضل الله خلصنا part 1 من lesson 2. دعواتي لكم جميعا بالتفوق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.